السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فأهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي هنكمل فيه شرح الـ VHDL. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم على الفكرة الجديدة أو الفكرة التانية في بناء الأركتكشر بتاع كود الـ VHDL. إحنا كنا بدأنا في أول فيديو تعرفنا كده بشكل عام عن اللغة، في تاني فيديو اتكلمنا بشكل اكثر عمقا عن السيجنالز وانواعها والمودز بتاعتها وكده، في الفيديو التالت اتكلمنا عن السيجنال اساينمنت وازاي بنعمل كونديشنال وكونديشن سيجنال اساينمنت وسلكت سيجنال اساينمنت. النهارده بقى ان شاء الله بعد ما بقى عندنا شويه ادوات كويسه كده وبنقدر ان احنا نعمل يعني pretty much any idea ممكن تكون عندنا عن طريق ان احنا بنبني السيجنال اساينمنت بتاعها، ولو حتى عندنا حاجه يعني somehow advanced شويه زي الكونديشنال والسيلكتيف اساينمنت فبرضه بنعرف ان احنا نعمله. فتعالى نبني على الكلام ده بقى ونشوف. طيب كده الدوائر هتكبر، الدوائر بتاعتنا هيبقى ليها يعني level of complexity مش صغير قوي، فبالتالي محتاجين شويه شغل زيادة. يعني دلوقتي احنا مثلا خلينا ناخد مثال مع دايرة جديدة ما عملناش قبل كده من الدوائر التطبيقية المفيدة جدا، ونفهم على اساسها احنا ايه الكلام اللي انا بقوله، يعني ايه الدوائر كبيرة وهتبقى الى حد ما معقدة على ان احنا نقعد نكتب اكواد ليها كلها. فخلينا نبدأ بالشكل البسيط بتاع الفول ادر اللي بيكون عنده 2 inputs، كل input فيهم 1 bit، وعنده input تالت اسمه carry in، وعنده output اسمه sum، وoutput اسمه carry out. الدائرة دي اسمها 1 bit full adder، بياخد البيت اللي اسمها A و B والcarry in ويجمعهم على بعض ويطلع لنا السم والcarry out. وتعال نشوف يا ترى لو حبينا نكتب كود VHDL لل فول ادر ده يا ترى هيكون شكله عامل ازاي. فهنبدا طبعا باللايبرري اي تربل اي، وبعد كده هنقول يوز اي تربل اي اندرسكور ستاندرد لوجيك اندرسكور 11.64.all، وما بتنساش السيمي كولوم عشان ما ازعلش منك. وبعد كده هنقول ان احنا عندنا انتيتي جديدة هنتعامل معاها، والانتيتي دي اسمها full adder underscore 1، يعني 1 bit full adder is، بعد كده هعرفه الports بتاعتها، فهقول ان عندي A وعندي B، او خلينا برضو نلتزم بالالوان اللي احنا بادئين الكورس كلها بيها، A و B و carry in، دول نوع المود بتاعهم input والtype بتاعهم standard logic، وعندي sum و see out، دول المود بتاعهم output والtype بتاعهم برضو standard logic. جميل الكلام ده. يبقى انا كده عرفت الانتيتي بتاعتي بشكل كامل، هقول له end واسم الانتيتي اللي هو full adder underscore 1 وما انساش السيميكول. بعد كده بنقول architecture وهنسميه behavior برضو، احنا ما خدناش غيره لسه، المرة دي النهاردة عايزين ناخد غيره of full adder underscore 1 is، وبعد كده هقول begin. طيب الفول ادر بسيط جدا في الكود بتاعه، الكود بتاعه بشكل بسيط خالص بيقول ان السم assigned لـ A بقى، عندك الـ A XOR B XOR carry in، وعندنا الـ carry out هو عبارة عن الـ A and B، الكلام ده معمول له OR مع الـ A and carry in معمول له OR مع البي and carry in، وفي النهاية خالص بنقول end.
واسم الاركتكشر اللي هو بيهيفير. طبعا ده الاركتكشر بتاع الفول ادر، دي حاجه المفروض ان احنا خلاص عارفينها ومذاكرينها من لوجيك 1، حاجه من البيزك بيلدينج بلوكس بتاعت اللوجيك اللي هو الفول ادر. فعشان كده انا ما تعبتش نفسي في ان انا اثبت لكم ان الكلام ده حقيقي، المفروض ان انتم مصدقين وعارفين بالفعل ان الكلام ده حقيقي. ولو حد مش متذكر قوي ممكن ان هو يبدا يراجع النقطه دي يعني من اي ريسورس هو بيحب ان هو يراجع منه معلوماته في اللوجيك. ماشي الكلام. خلاص احنا كده عملنا 1 بيت فول ادر ومبسوطين بيه جدا، خلينا نسميه كده حتى، وخلاص مفيش اي مشكله. طيب هل افضل طول عمرنا نجمع 1 بيت بس؟ لا اكيد لا، احنا هنعمل عندنا الحياه بتاعتنا فيها بيتس كتير، فيها 8 بيتس وفيها 6 بيتس و4 بيتس وكده. فخلينا ناخد مثلا على سبيل المثال ان انت دلوقتي عايز تعمل 4 بيت فول ادر. طيب الحل بتاعك ايه؟ ان انت بتعمل زي ما بتبدا اي دايره لوجيك، هتقول ان عندي انبوت A وعندي انبوت B وعندي انبوت كاري ان، ولكن المره دي الانبوت اللي اسمه ايه ده 4 بيتس. احنا لما بنعمل خط مايل كده على البين ونكتب الرقم ده بيدل على عدد البيتس بتاعه. ماشي. وكاري اوت طبعا ديت بتكون واحد بس ودي بتكون واحد بس، مش ده مش شرط نكتب واحد يعني، بيكون مفهوم بشكل عام لو انت ما كتبتش ان هي 1 بيت يعني، لو كتبت يبقى برضه ما فيش مشاكل. طيب يبقى ده عندنا كده 4 بيت فول ادر. طيب الحل ان انت تعمل ايه دلوقتي؟ محتاج بقى ان انت تكتب تو ستيبل وتشوف اللوجيك بتاع ال 1 بيت فول ادر ده هيكون عامل ازاي، ولا تفكر له باي شكل من الاشكال. ازاي هعمل يا ترى 1 بيت فول ادر؟ يا ترى هقدر ان انا استفيد من اللي انا عملته من شويه ده في ان انا اعمل فول 1 بيت فول ادر ولا لا؟ ممكن ان انت تفك دي بقى ال 1 بيت فول ادر دي ليه حاجه جميله خالص، هي عباره عن قصدي سوري ال 4 بيت فول ادر انا قلت غلط، هتكون عباره عن 1 بيت فول ادر و 1 بيت فول ادر تاني. هو ال 4 بيتس عباره عن ايه؟ مش عباره عن 4 بيتس. طيب حلو، يبقى احنا ممكن نقسم الفول ادر بتاعنا ده لاربع حاجات. انت عندك الاي 4 بيتس، يعني ممكن تقول ان هي اي 3 اي 2 اي 1 اي 0 صح؟ حلو، هاخدهم كده الناس دي كلها واقول هحط الاي 0 هنا والبي 0 هنا، خلينا بس ايه ماشي، وهحط ال A واحد هنا وال B واحد هنا، وهحط ال A اتنين هنا وال B اتنين هنا، وال A تلاتة هنا وال B تلاتة هنا. هو فكرة ايه؟ ان انا لما بيكون عندي رقمين بجمعهم على بعض، بجمع البيت رقم صفر على البيت رقم صفر صح؟ واطلع الناتج، يبقى ده الناتج رقم صفر. وبعد كده لو في كاري ان، لو في كاري ان هجمعه على البيت دي ودي ويطلع الاوت. طيب الاوتبوت اللي هيطلع السم بتاع عمليه الجمع الاولانيه ممكن احتمال يطلع كاري ان برضه، يطلع كاري اوت بقى منه، كاري اوت الاولاني. هعمل ايه؟ هجمعه على البيت الاولانيه، على البيت الثانيه من هنا والبيت الثانيه من هنا، واطلع الناتج اللي هو البيت الثانيه في الناتج. لو في كاري اوت هجمعه برضه على الناس اللي هي A2 وB2 وهكذا لحد ما اخر عمليه جمع لاخر 2 بيتس هعملهم هيطلع منهم كاري اوت نهائي خالص، هقول هو ده الكاري اوت بتاع عمليه الجمع اللي انا عملتها دي. فاحنا عايزين نستغل الفكره دي في ان احنا نعمل الفول بيت فول ادر عن طريق ان احنا امبلمنت 4 1 بيت فول ادر ونوصلهم ببعض. ماشي، يبقى انا كده جمعت الاربع بيتس، يبقى الكاري ان الاولاني هيدخل هنا والكاري اوت الاخراني هيطلع من هنا، والسم رقم صفر وهيطلع من هنا، والسم رقم واحد هيطلع من هنا، والسم رقم اتنين هيطلع من هنا، والسم رقم تلاته هيطلع من هنا. طيب اول بيت جمعت تو بيتس جمعتهم على بعض طلعوا كاري اوت هيتوصل بالكاري ان اللي بعده، والكاري اوت من البيت الثانيه هيبقى هو الكاري ان بتاع البيت الثالثه، والبيت الثالثه هيبقى هو الكاري ان بتاع البيت الرابعه، الكاري اوت بتاع البيت الرابعه هو ده الكاري اوت بتاع كل عمليه الجمع اللي هي بتاعت الاربعه بيت فول ادر. ماشي، لطيف جدا الكلام ده. يا ترى هعمله ازاي؟ والله سهله، دي عباره عن اكس اول واند واول وكده، ودي عباره عن اكس اول واند واول، ودي كده ودي كده. هروح راسم لوجيك سيركت كبيره خالص، وبعد كده كاتب الكود بتاع اللوجيك سيركت الكبيره خالص دي، لان انا شاطر جدا جدا في اللوجيك وان انا اكتب لوجيك سيركت. بس الحقيقه احنا مش هنعمل كده عشان ما عندناش وقت وعشان نتعلم حاجه جديده.
طيب ايه الحاجه الجديده؟ الفي اتش دي ال قال لك خلاص انت عملت وان بيت فول ادر، ده كتبت له الكود بتاعه وعملته خلاص متاكد منه مبسوط وشغال وكل حاجه زي الفل. ايه اللي يخليك تبني من جديد كود جديد؟ ايه اللي يخليك تبني من جديد فول بيت فول ادر؟ انت جيب الوان بيت فول ادر ده عرفه بفكره جديده اسمها كومبوننت، وابدا ارسم الاستراكشر بتاع الكود بتاعك. انت مش محتاج بقى ان انت تقول ده من الفول فول بيت فول ادر من جوه عامل ازاي كاند واور واكس اور والكلام ده، انت محتاج بس ان انت تقول ان الفول بيت فول ادر من جوه عباره عن أربعة وان بيت فول أدر متوصلين مع بعض بالشكل الجميل ده. ياه ينفع؟ طبعا ينفع. تعالى نتفرج مع بعض يا ترى الكلام ده هيتعمل ازاي في كود الـ VHDL اللي بنسمي بقى الفكرة دي Structural Architecture. انت مش متعرف الـ Behavior، مش متعرف العلاقات ما بين الـ Input والـ Output عن طريق الـ Logic Gates والـ Operations الداخلية، ولكن بتعرف Structure بتاع الكود بتاعك بمجموعة من الـ Components متوصلين مع بعض. فهنقول library IEEE، وبعد كده هنقول له use IEEE dot underscore أصلي standard logic 11.6.4.all، ومفيش طبعا أي فرق لحد دلوقتي. هنقول entity اسمها full adder underscore 4 يعني full bit full adder is، وعرفوا الports بتاعتها. طيب ايه الports اللي عندي؟ كان عندي A وعندي B، دول النوع بتاعهم input او المود بتاعهم input، والtype بتاعهم standard logic بس vector المرة دي عشان هما full bits. وخلاص اتفقنا ان افضل طريقة اعرف بيها الvector بالنسبة لنا هتكون 3 down to 0 عشان هما فول بيتس، يبقى 3 2 1 0 دول كده 4. وعندي كاري ان ده برضو عبارة عن انبوت ولكن نوعه ستاندرد لوجيك بس مش فيكتور. وعندي سم، خلينا نعمله سمول برضو سم، ده التايب المود بتاع اوتبوت والتايب بتاعه ستاندرد لوجيك فيكتور برضو لانه هو ايه 4 بيتس برضو 3 down to 0 سيميكولوم. واخيرا وليس اخيرا عندنا الكاري اوت اللي هو التايب بتاع المود بتاعه اوتبوت والتايب بتاعه ستاندرد لوجيك بس. نقفل القوس ونحط سيميكولوم، وفي النهايه نقول له اند اللي هي الانتيتي بقى بتاعتنا اللي هي فول ادر اندرسكور 4. برضو لحد دلوقتي مفيش فرق، كان ممكن نعمل الكلام ده من غير ما حد يقول لنا ان في حاجه اسمها structure architecture. طيب هنقول architecture والمره دي هنسميه structural of مين بقى full adder underscore 4 is. مش هنبدا ببيجن، مع ان انا كنت متفق معاكم ان احنا بعد اركتكتشر بنبدا ببيجن، او لو عندنا انترنال سيجنالز بنعرف الانترنال سيجنالز. فالمره دي خلينا بقى نزود في الاتفاق بتاعنا ان احنا هنا كمان قبل البيجن زي ما بنعرف الانترنال سيجنالز بنعرف الكومبوننت. ايه الكومبوننت ده؟ اللي هو القطعه او البلوك اللي انت هتكون كاتب الكود بتاعه في مكان تاني جوه الفي اتش دي ال ورك سبيس بتاعتك، ولكن هتستخدمه في الكود ده اللي هو زي ما احنا عملنا من شويه كتبنا الكود بتاعها كده فوق وبعد كده عايزين نستخدمها مره تانية في الكود ده. فالكومبوننت بتاعنا اللي هو الوان بيت فول ادر اللي احنا عملناه قبل كده ده. طيب هتلاقي الكومبوننت ديفينيشن حاجه لذيذه جدا وسهله. هتقول كومبوننت اسم الكومبوننت كان ايه؟ فول ادر اندرسكور 1 is، وبعد كده هتقول له port. فاكر البورت او الانتيتي ديفينيشن اللي انت عملته فوق ده هتعمله هو نفسه تاني تحت هنا كتعريف للكومبوننت، مش هو ده اللي فوق، فانت هتعرف الانتيتي اللي انت عرفتها فوق كانتيتي جديده المره دي بتعرفها كومبوننت. هل البورتس بتاعتها هتختلف في حاجه؟ طبعا لا. يبقى انت عندك هنا كان انبوت ستاندرد لوجيك وكان عندنا سم وعندنا كاري اوت، وده كان اسمه كاري ان، نسيت اكتب كاري ان، ده كان اوت
ودو ستاندرد لوجيك، وشفت نسيت السيمي كولوم وزعلت من نفسي لوجيك، وبعد كده اقفل السيمي كولوم، وبعد كده هقول له اند الكومبوننت اللي هو اسمه فول ادر اندرسكور 1. جميل الكلام ده. طيب بس كده الحقيقه؟ لا مش بس كده، احنا قلنا ان احنا بنعرف بعض الاركتكتشر حاجتين دلوقتي احنا اتعرفنا عليهم، وفي حاجات تانية الحقيقه بالمناسبه يعني، ولكن دول اللي احنا عارفينهم لحد دلوقتي، الكومبوننت والانترنال سيجنالز. طيب سؤال، هل انا محتاج انترنال سيجنالز؟ تعال نتفرج على الرسمه بتاعتنا كده. لو حطينا الحدود بتاعت الانتيتي اللي هي هنا دي، ايه رايك؟ دي كده كل اللي بره الخط الاحمر هو الاكسترنال سيجنالز اللي هم انبوت واوتبوت. هل في توصيلات مش موجوده؟ الحقيقه في توصيله اهي، وفي توصيله اهي، وفي توصيله اهي. يبقى احنا عندنا توصيله بتاعه الكاري، خلينا مثلا نسميها سي. طيب يبقى احنا عايزين كده 3 بيتس مختلفين، ممكن نعمل فيكتور ونسمي دي مثلا في ان هي عباره عن سي رقم 0، ودي هتكون سي رقم 1، ودي تكون سي رقم 2. يبقى انا عايز فيكتور جديد، يبقى هقول سيجنال وهيكون اسمها سي، والتايب بتاعها طبعا ما فيش مود، بيكون تايب على طول، هيكون ستاندرد لوجيك فيكتور، والدايمنشنز بتاعت الفيكتور ده 2 داون تو 0 زي ما شفنا على الرسمه من شويه. يبقى احنا كده عرفنا السيجنال الجميله بتاعتنا. هل في internal signals او component تانية؟ الحقيقة لا، احنا خلاص بالنظر للانتيتي بتاعتنا لا، ده كل حاجة خلاص احنا تضمناها، قلنا التعريفات بتاعت السيجنالز الداخلية والسيجنالز الخارجية والكومبوننتس المستخدمة، فالحمد لله كده نقدر ان احنا نقول بقى للاركتكشر بتاعنا يلا بجن. طيب بيحصل ايه بقى؟ بيحصل جوه الاركتكشر الاستراكشر اللي انت بتشتغل له ده حاجة اسمها component instantiation. يعني ايه كومبوننت انستانتيشن؟ دلوقتي انت قلت ان عندي كومبوننت، هذا هو الكومبوننت، طيب عايز تقول له بقى ان عندي واحد من هذا الكومبوننت تجيبه، هات لي كده كومبوننت ده، ممكن تعمل منه مليون واحده، ده دي ستراكشر عام ممكن تتكرره مليون مره، فبتعمل انستانت، يعني بتقول له هات نسخه من الكومبوننت ده وحطها لي هنا ووصلها بالتوصيلات الفلانيه، عامل كده زي ما بيكون عندك في الـ في الـ في البورده بتاع الاون شيلف كومبوننت اللي انت بتجيبهم يعني اي سي، وبتجيب الاي سي وتوصله على البريد بورد، وبعد كده تبدا توصل الاسلاك بتاعته، نفس القصه احنا هنعملها هنا بالبورد بالظبط، الكود بتاعنا هو البريد بورد، واحنا جبنا كومبوننت اهو عباره عن اي سيهات ستاندرد 1 بيت فول ادر، وهنبدا نوصل الاي سيهات دي ببعض. طيب عشان التمييز بتدي كل واحد فيهم، كل كومبوننت من دول اسم ليبل، ده حاجه اختياريه انت هتحطها، بس احنا دايما بنحب ان احنا نحطها، ممكن مثلا معتاد ان احنا نقول ان دي ستيج 0 بنسميها باسم ايه المرحله، لان احنا عندنا اربع عمليات جمع بيتموا كمراحل، يعني المرحله الاولى اللي بتجمع فيها البيت 0 مع البيت 0 مع الكاري ان، المرحله الثانيه بتجمع فيها البيت 1 مع البيت 1 مع الكاري اللي طلع من الاوبريشن الستيج اللي قبلها وهكذا، فبنقول ستيج 0. يبقى ده هنا عباره عن ايه؟ اسم، ده عباره عن ليبل انت بتحطه للسطر اللي جاي، ده اختياري، بتحط بعد كده نقطتين، يبقى ده تعريف الاسم بالنسبه لنا في الفيتشيدال. طيب ستيج 0 دي هيحصل فيها ايه بقى؟ بتقول ان احنا عندنا الكومبوننت اللي اسمه فول ادر اندرسكور 1، هتعمل له حاجه اسمها بورت ماب. مش هو ليه بورتس انت عايز توصلهم، يعني بتقول ان انا هوصل البورتس بتاعه الكومبوننت ده. طيب هو كان هيوصل ازاي يا ترى؟ كانت يعني لو جينا كده قلنا هنا بالبرتقالي دي اسمها A ودي اسمها B ودي اسمها CN ودي اسمها S ودي اسمها C out، صح؟ البيت اللي هنا دي اسمها C out، اللي هم في الكومبوننت ديفينيشن اللي فوق خالص اهو، A و B و CN و سم و C out، هم دول اهو سم و C out. طيب اللي هيحصل ايه بقى؟ ان انا عايز اوصلهم دلوقتي بمين؟ عايز اوصل ال A بتاعت الكومبوننت ده او الستيج دي في الكومبوننت في الستيج رقم 0 بالبيت اللي اسمها A0، فهقول له هنا حاجه جميله، هقول له هنا وصل A في الكومبوننت، مش احنا عرفنا في الكومبوننت حاجه اسمها A كابيتال اهو، هقول له assign ال A كابيتال دي
ب A0. هو عارف ال VHDL عارف ان A0 دي هي مين؟ هي البيت رقم صفر في الفيكتور اللي اسمه A اللي احنا عرفناه في الانتيتي اللي اسمها فول ادر اندرسكور 4 اللي هي فول بيت فول ادر. فول بيت فول ادر عرف منين؟ يعرف منين ان دي في الرايت هاند سايد ودي في الليفت هاند سايد. يبقى انت بتوصل السيجنال اللي في موجوده جوه الكومبوننت في الليفت هاند سايد بسيجنال موجوده جوه الانتيتي الكبيره اللي انت بتشتغل عليها دلوقتي اللي هي الفول بيت فول ادر. يعني بتوضيح اكتر، هنا في الجزء اللي على اليمين بيكون الفول بيت سيجنال، وهنا في الجزء اللي في الجزء اللي على الشمال او الليفت هاند سايد بيكون ال1 بيت سيجنال. حلو، بعد كده تحط كوما. عايز توصل بي، هتوصلها بمين؟ هتوصلها بالبيت رقم 0 في الفيكتور اللي انت وصلته هنا. عايز توصل الكاري ان، هتوصل الكاري ان بمين؟ هتوصلها بالكاري ان بتاع الدائره الفول بيت فول ادر. هنا كان اسمه كاري ان وهنا كان اسمه برضه كاري ان. طيب يا باشمهندس احنا كده مش متعودين على كده في البرمجه. احنا متعودين في البرمجه ان بيكون عندك الفاريبل ليه اسم، والاسم ما ينفعش ان هو يتكرر. يعني ايه اقول له assign carry in لcarry in؟ ده ايه اللخبطه دي؟ ده مين هيفهم كده؟ ده اكيد هيطلع لي ايرور. المفاجاه ان انت لما هتكتب الكود ده بعد ما نخلص الفيديو وتروح انت تذاكر وتبدا ان انت تكتب الكود في الموديل سام، هتلاقيه مبسوط وفاهم كل حاجه. ليه فاهم كل حاجه؟ مره تانية هو بيفرق تفريق حلو قوي ما بين الكومبوننت اللي هو بيكون في الليفت هاند سايد او السيجنال بتاعت الكومبوننت يعني اللي هي بتكون في الليفت هاند سايد، وبين السيجنال بتاعت الانتيتي الكبيره اللي بتستخدم جوه الكومبوننت او يعني الاركتكشر اللي هو ستراكشر اللي انت بتكتبه اللي هي موجوده في الرايت هاند سايد. هو بيفرق ما بينهم، فحتى لو كان ليهم نفس الاسم ده مش هيأثر عليه في حاجه ومش هيسبب ان هو يهيس او يغلط. طيب عايز توصل كمان السم. السم يا ترى هيتوصل بمين؟ هيتوصل بالاس 0 لان احنا عندنا 4 بيتس اوتبوت سم. وعايز توصل السي اوت. طيب السي اوت هتوصله بمين بقى يا ترى؟ مش عارف، تعال نبص كده ونفتكر. احنا قلنا ان في سيجنال انترنال اسمها سي اوت، اسمها سي، ودي اللي هنوصل عليها الكاري. فبالنسبه لنا هيكون واصل على البيت رقم صفر في السيجنال الانترنال اللي احنا عرفناه من شويه، فيبقى هنا برضو واصل على سي زيرو. وتقفل كده القوس وتحط السيمي كولوم عشان ما ازعلش منك، وتبقى كده خلصت اول سطر في structural architecture بتاعك. تعال نراجع مرة تانية احنا عملناه. احنا قلنا ان احنا عندنا المرحلة الاولانية في الفول بيت فول ادر بتاعتنا هتكون عبارة عن الكومبوننت اللي اسمه فول ادر اندرسكور واحد. الكومبوننت ده هنوصل الاطراف بتاعته، هنوصل البورتس بتاعته بالشكل التالي. ايه يا ترى الشكل التالي؟ السيجنال اللي اسمها ايه في الكومبوننت هتوصل بالسيجنال اللي اسمها ايه في الاركتكشر الجديد اللي احنا بنوصله اي زيرو، والسيجنال اللي اسمها بي في الكومبوننت هتوصل بالسيجنال اللي اسمها بي زيرو في الاركتكشر الجديد اللي احنا بنعمله. السيجنال اللي اسمها كاري ان في الكومبوننت هتوصل بالكاري ان بتاع الاركتكشر الجديد اللي احنا بنعمله، والسم هتوصل بالاس 0 والسي اوت هتوصل بالسي 0. خلي بالك انا كان ممكن ببساطه شديده اسمي دي اكس واسمي اللي بعدها واي واريحك من ان دي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها بي ودي اسمها بي، وكان هيبقى مثال حلو وجميل. بس انا قاصد ان انا اعمل كده عشان تعود نفسك ان ال VHDL هي بنفسها هتقدر ان هي تميز. وسطر زي ده هو مش سطر غلط ولا حاجه، كلمه كاري ان اساين كاري ان دي مش بيأساين نفس السيجنال لنفسها، كاري ان اللي على اليمين غير كاري ان اللي على الشمال تماما. طيب انبسطت مني؟ اكيد طبعا. تعالى نعمل المرحله اللي بعدها ستيج 1. هتكون عباره عن الكومبوننت اللي اسمه فول ادر اندرسكور 1، وهقول له اعمل لي الماب بتاعه البورتس بتاعته بالشكل الجاي. السيجنال اللي اسمها ايه في الكومبوننت ده؟ ده كومبوننت جديد مختلف عن اللي فات، مختلف عن السطر دي. لا ليه؟ لان اللي في السطر اللي فات اسمه ستيج 0، اللي في السطر واحد السطر الجاي اسمه ستيج 1. فيبقى لما هكتب ايه هيلخبط الفي اتش دي اللي بين ايه دي وايه اللي تحت؟ لا مش هيلخبط منهم، لان هو عارف بالظبط مين بتاعه مين وفقا ليه ان انت كاتب الكود صح وعامل ليبل لكل واحده وعرفه البورت ماب الجديد. فدي هتبقى مواصله بايه واحد، والبي الجديده هتبقى واصله ببي اللخبطه دي
بي واحد. والكارين يا ترى الكارين الجديده هتكون واصله بمين؟ هتكون واصله بسي زيرو، لان احنا قلنا ان الكاري اوت من اول ستيج هيدخل ككارين للستيج اللي بعدها، فيبقى ايه؟ الكارين واصل على سي زيرو. السم هيكون واصل على اس واحد للبيت اللي بعدها، والكاري اوت هيكون واصل على هيكون واصل على سي واحد. ونقفل القوس ونحط السيمي كولون عشان ما ازعلش منك. طيب حلو قوي، سهله خالص. تعال نعمل الستيج الثانيه. بس خلي بالك احنا دايما بنحب نفكر تفكير نقدي، بنحب نفكر في الاحتمالات الثانيه، ما بنحبش ان احنا ناخد طريقه واحده ونقول هي دي الطريقه اللي احنا ممكن نشتغل بيها وخلاص. ايه طيب التفكير النقدي اللي ممكن يجي لك هنا؟ انا ليه بكتب السطر ده وبكتب السطر ده بالشكل ده؟ انا دلوقتي بقول ايه الساين ايه واحد، صح؟ طيب مفيش طريقة، ما هو دلوقتي كفيرتشال عارف ان انا عايز ادخل له السجن التوصيلة بتاعت A والتوصيلة بتاعت B وبتاعت الكارين، لازم حوصله دول كلهم. لازم كل مرة بقى اقول له وصل A بA واحد، ما ينفعش انا اقول له بطريقة ما دي بتاعت A واحد ودي بتاعت B واحد ودي كده من غير ما اكتب السطر الطويل ده. الحقيقة ان الناس اللي بتوع الفيرتشال طيبين جدا لدرجة ان هم سمحوا لك، لاحظ بقى هنا ودي نقطة مهمة جدا عايزك تركز فيها، سمحوا لك ان انت تقول كده على طول A 2 و B 2 و C 1 و S 2 و C 2 برضو. الله، ايه اللي حصل ده؟ انا بدل ما اكتب A assign A 1 او A 2 بقى في الحالة دي، في حالة السطر ده، انا كتبت له على طول A 2 وهو لوحده عرف ان ده عبارة عن A assign A 2. ليه عرف الكلام ده؟ تعالى افتكر كده الكومبوننت ديفينيشن اللي احنا عملناه. مين اول حاجة عرفناه في الكومبوننت، في البورت بتاعت الكومبوننت، في البورت بتاعت الكومبوننت A، وتاني حاجة B، وتالت حاجة carry in، ورابع حاجة sum، وخامس حاجة السي اوت. لو انت التزمت بترتيبهم زي ما عرفتهم في البورت هنا، زي ما عرفتهم هنا كده بترتيبهم وانت بتعمل البورت ماب، مش هيبقى فيه مشكله. هو هيبقى عارف ان اول حاجه انت دخلتها هي الاي، تاني حاجه انت دخلتها هي البي، تالت حاجه انت دخلتها هي الكاري ان، رابع حاجه انت دخلتها هي السم، واخر حاجه انت دخلتها هي الكاري اوت، بناء على ان انت التزمت بالترتيب. يبقى انا لو كتبت بي 2 هنا هعمل ايه؟ هعك الدنيا. يبقى انا في اول البورت ماب لازم التزم، لو انا مش عايز اكتب الاساينمنت بشكل واضح كده وعايزه هو يفهم الاساينمنت بشكل داخلي، بيبقى انا مطلوب مني ان انا ايه؟ التزم بالترتيب بتاع البولت ماب اللي انا عرفته وانا بعرف الكومبوننت. تعال نعمل الستيج الاخيره دي ونشوف الفكره دي مره تانية عشان لو حد ما كانش لقطها من اول مره، او يعني ايه لقطها بس عايز يتاكد. احنا عندنا الايه هتوصل بمين؟ مش دي اول واحده؟ خلاص عرفها على طول ايه 3، وبعد كده على طول البي. عرفت منين ان البي؟ لان التعريف بتاع البولت فوق كان تاني حاجه البي، عرفها بي 3. بعد كده الكاري ان هيوصل بي سي 2 اللي هي الكاري اوت من المرحله اللي قبلها، وبعد كده السم هيوصل بسي اس 3. الكاري اوت هنا بقى هيوصل بمين؟ هيوصل بسي اوت، لان دي اخر ستيج واحنا كنا متفقين ان اخر ستيج بتطلع الاوتبوت بتاعها فين؟ على الكاري اوت بتاع الانتيتي كلها اللي احنا بنتعامل معاها، فيبقى ايه اخر حاجه توصل لنا الكاري اوت. يبقى سواء اشتغلت بالاساينمنت الواضحه المباشره كده، او اشتغلت بالاساينمنت الداخليه اللي هي مفهومه ضمنا يعني، ولكن بالتزامك بالترتيب، يفهم من الكلام ده ان انا لو جيت هنا وبدلت دي مع دي مش هيحصل مشكله. الاجابه لان انت بشكل واضح وصريح قلت له السم هتوصل بكذا، فسواء حطيتها في الاول او في النص او في الاخر، في ترتيبها او مش في ترتيبها، هو فاهم ان السم هتوصل بكذا. انما لو جيت بدلت دي ودي هنا، لا هيحصل مصيبه كبيره جدا، لان انت هنا مش موضح له ان ديت هي الاي وديت هي البي. طبعا حد هيقول لي يا باشمهندس الاي والبي لو بدلتهم مش هيحصل مشكله، اقول له ماشي حبيبي، طب بدل دول كده وشوف هيحصل ايه. طبعا هتعك الدنيا. فيبقى ايه الطريقه دي اختصر اكتر، ولكن لازم تلتزم وتحترم الترتيب اللي انت عملته. طيب كده خلصنا الاركتكشر بتاعنا، فنقدر نقول له اند ستراكشر.
جميل قوي الكلام ده. يبقى انا مره تانية بشكل مختصر عملت ايه؟ عملت كود ل 1 بيت فول ادر، ده عملته عادي خالص زي ما انا متعود اعمل الاكواد بتاعت اللوجيك. وبعد كده قلت عايز اعمل 4 بيت فول ادر، فقلت ال 4 بيت فول ادر ده عباره عن 4 1 بيت فول ادر متوصلين مع بعض بالشكل اللي قدامي. رحت معرف انتيتي جديده وقلت انا هعرف جوه الانتيتي دي في الاركتكشر الاستراكشر بتاعها كومبوننت. الكومبوننت ده هو ال 1 بيت فول ادر اللي انا كتبته من شويه، كتبت الكود بتاعه من شويه. وعرفت internal signal عشان توصل ما بين الكاري اوت والكاري ان بتاع الكومبوننتس وبعضها. وبعد كده جيت وصلت قلت بقى هعرف الكومبوننتس دي هتوصل كل بيت منها في ايه بالظبط. هوصل ما بين الانتيتي اللي هي الفول بيت مع السيجنالز بتاعه الكومبوننت اللي هم الاي والبي والكاري ان والسم والسي اوت اللي هم بتوع الكومبوننت اللي انا بستخدمه. فبعرفهم عن طريق حاجه اسمها بولت ماب، وتعرفنا على الشكلين اللي ممكن اعمل اساين عن طريقهم في البولت ماب، سواء باحتفاظ بالترتيب او التعريف المباشر بتاع انك تقول له اسم السيجنال وتاساين لاسم السيجنال ديت فاليو معين او يعني سيجنال معينه توصل عليه. جميل قوي. بالشكل ده انت معاك قوه رهيبه جدا في انك تقدر تعمل اي دايره انت عايز تعملها، ولكن باستخدام كومبوننت صغيره انت بتكون عارفها بالفعل. طيب تعال ناخد مثال تاني. طيب عندك ديفايس جديد كنا اخدناه المحاضره اللي فاتت اسمه المالتيبلكسر، وشفناه وتعرفنا عليه وتعرفنا على حاجه مميزه جدا فيه، ان هو عنده طموح بيحب يكبر زيكم كده، ما بيحبش انه يفضل واقف في مكانه وما يتعلمش حاجات جديده وما يوسعش من مداركه، لا هو بيحب دايما ان هو يوسع من قدراته. فهو ساعات زي ما شفناه من المره اللي فاتت مثلا بيكون 4:1 مالتيبلكسر، فبيكون عندك 4 سيجنالز وبتختار واحده منهم، بس المالتيبلكسر بيحب يكبر، يحب مثلا يكون 16:1 مالتيبلكسر او حاجه ثانيه، فيحب دايما ان هو يوسع من نفسه. طيب عندك حلين، ان انت تكتب الكود بتاع 16:1 مالتيبلكسر ده، او الحل الثاني ان انت تعمل عن طريق الاستراكشر اركتكشر 16:1 مالتيبلكسر تبنيه من مالتيبلكسرز صغيره. تعال نشوف مثال، وخلينا نبدا من نقطه البدايه خالص اللي هو انت عندك المالتيبلكسر الجميل اللي احنا بدأنا بيه كلام خالص، اللي هو في مثلا دي خلينا نسميها Y0 Y1 Y2 Y3 ودي اسمها S0 ودي اسمها S1 ودي اسمها F. ده كده مالتيبلكسر 4:1 زي اللي احنا اخدناها المحاضرة اللي فاتت. وخلينا نسترجع ذكريات الجميلة بتاعت المحاضرة اللي فاتت ونشوف يا ترى هيتكتب الكود بتاعه ازاي. library IEEE هنشد خط كده، بعد كده use IEEE.standardlogic 11.64.all. حلو الكلام. بعد كده هنقول ان عندنا entity والentity ديت اسمها max 4_1 max 4:1 is، وهقول له بعد كده بولت وابدا اعرف البولت بتاعتنا. فهيكون عندنا واي دي عباره عن انبوت والنوع بتاعها ستاندرد لوجيك فيكتور. خلينا بس نشد فيكتور 3 down to 0 مش هم 4 ماشي. وعندنا اس ده انبوت برضو ونوعه ستاندرد لوجيك فيكتور 2 ولا ايه 1 down to 0. واخيرا عندنا اف ديت اوتبوت ونوعها ستاندرد لوجيك. ويبقى احنا كده خلصنا الانتيتي بتاعتنا، فنقول له اند واسم الانتيتي ماكس 4:1 ونحط سيمي كولوم عشان محدش يزعل من حد. ماشي الكلام. يبقى احنا كده عرفنا الانتيتي بتاعتنا كمالتيبلكسر صغير. تعال نشوف الاركتكشر بتاعه عامل ازاي.
طبعا حد لو مذاكر بقى كويس ومركز يقول لي خلي بالك ده مختلف شويه عن اللي احنا عملناه امبارح. اقول له عادي، احنا عملنا المره اللي فاتت ديت على ان هي بيتس مختلفه، المره دي عملناها على ان هي فيكتور عشان يكون في تطور. احنا قلنا ان احنا ما نحبش نفضل واقفين في مكاننا، زي مالتي بلكسر عندنا طموح. فالاركتكشر ده بيهيفيرال عادي اوف اسم الانتيتي بتاعتنا اللي هي ماكس 4 اندرسكور 1 از، بعد كده هقول بيجن لان مفيش اي انترنال سيجنالز ولا اي حاجه. طيب عايزين نستخدم احد الطريقتين. انا بحب السيلكت اساينمنت عشان يعني بحسه كده لطيف وابن ناس، فبقول له with s select. احنا كنا الكلام ده بنكتبه باللون الاحمر امبارح، بس يعني خلاص بقى احنا بقينا متخيلين احنا بنعمل ايه. select y assign، سوري f assign، احنا غيرنا برضو اسماء السيجنالز مش مهم، y of 0 when 0 0، y of 1 when 0 1، y of 2 when 1 0، و y of 3 when when others. نحط السيمي كولون هنا في كومة هنا في كومة هنا في كومة عشان محدش يزعل من حد. حلو الكلام. يبقى احنا زي ما اخدنا المرة اللي فاتت، ولكن المرة دي عرفناها على ان هي فيكتور، سمينا دي واي سمينا دي اف، يعني تغيرت تسمية الحاجات دي لا يقدر ان هي تلخبط اي حد فينا يعني. فقلنا في حالة ان السيلكت بتوعنا بصفر صفر هنطلع واي في زيرو عند الاف، في حالة ان السيلكت بتوعنا زيرو واحد واحد زيرو واحد واحد هنطلع دول عند الاف، وانتهى الموضوع على كده. ورحنا قايلين في النهاية خالص اند البيهيفيرال اركتكشر بتاعنا ماشي، وده كده كان يعني ايه متوافق تماما مع اللي احنا اخدناه قبل كده. طيب تعالى بقى، عايز تعمل 16 لواحد مالتيبلكسر. يا ترى ال 16 لواحد مالتيبلكسر ده هيتعمل ازاي من 4 لواحد مالتيبلكسر؟ الحقيقه ان احنا اخدنا حاجه زي كده خلاص في اللوجيك، في الجزء اللي هو بتاع اللوجيك ديزاين اخدنا محاضره عن مالتيبلكسرز، وشفنا ازاي ان انا اقدر ابني مالتيبلكسرز كبيره عن طريق مالتيبلكسرز الصغيره. فكانت الطريقه بتاعتنا كالتالي، ان احنا بنجيب 4 لواحد مالتيبلكسر و2 و3 و4، يبقى انا كده غطيت السيجنالز اللي هم من 16، من ال 16 سيجنال كلهم من اول واي اوف 0 لحد واي اوف كام بقى يا ترى؟ 15، عشان دول 16 سيجنال. عندك 0 1 2 لحد 3، وبعد كده من اول واي 4 لحد واي 7، وبعد كده عندك من واي 8 لحد واي 11، وبعد كده عندك من واي 12 لحد واي 15 ماشي. يبقى انا كده دول ال 16 سيجنال بتوعي، عايز احولهم بقى الى سيجنال واحده بس اسمها اف. فبعمل ايه؟ بروح جايب 4 لواحد مالتيبلكسر تاني وموصل بيه الاوتبوتس بتوع المالتيبلكسرز دي كلها. البرفكشنزم حاجه مهمه جدا يا اخوانا، بتقتل البني ادم. المهم فدي هتكون 0 0، دي تكون 0 1، دي 1 0 1 واحد، وهكذا نفس الناس دي كلها. طيب ال 16 لواحد مالتيبلكسر طبيعته ان هو معاه كام؟ معاه 4 سيلكت سيجنالز. هناخد الموست سيجنيفيكانت او الموست سيجنيفيكانت فيهم هيكونوا هنا، يعني احنا عندنا اس 0 اس 1 اس 2 اس 3، دول اللي بيتغيروا بشكل اسرع من دول صح؟ صح، لان دول بيبقى 0 1 0 1 0 1 ودي بتكون 0 0 1 1 0. طيب دول بتستنى السايكل دي كلها تخلص وبعد كده تغير الصفر ده لواحد، ودي بتستنى السايكل اللي بعدها تخلص وبعد كده تغيرها ايه لواحد هي كمان. فبالتالي الموست سيجنيفيكانت هيكونوا هنا، ده اس 2 وده اس 3، والليست هيكونوا هنا، ده اس 0 وده اس 1، ده اس 0 وده اس 1، ده اس 0 وده اس 1. الكلام ده يا جماعه مشروح بالتفصيل في الفيديوهات بتاعت الجزء الثاني، احنا خلاص يعني فاهمينه وبنبني على الفهم بتاعنا. فلو حد مش مركز قوي في اللي احنا بنعمله يروح ايه
يقدر ان هو يراجع الفيديو بتاع الجزء الثاني في محاضره المالتيبلكسرز، هيفهم يعني ايه الجزء الفكره ديت بشكل اكثر وضوحا، يعني لان احنا كنا مخصصين لها الوقت كله. ماشي، يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا ال 16 الواحد مالتيبلكسر. تعالى نحدد كده الحدود بتاعه الانتيتي بتاعته. اهي هي انتيتي شكلها جميل شويه، ولكن هتلاقي في النهايه ان انت عندك انبوت اسمه اس 0 اس 1، يعني ممكن لو مدينا دول كده على استخدامتهم يبقى عندنا اس 3، او ممكن نعمل ايه؟ نعمل حركه كده اهو. الله، يعني احسن بالفكشنست عشانكم. والله هو كده شبه المالتيبلكس اسبل، يعني ايه تخيلا كده هيبقى شبه حاجه زي كده. المهم يعني عشان ما نطولش عليكم، احنا عندنا كده الحدود بتاعه الانتيتي بتاعتنا واضحه، وواضح كده من غير ما يعني ايه نقعد نخمن كتير ان هيكون في كمان عندنا انترنال سيجنالز اهي. ممكن مثلا نسمي ديت ام 0 ونسمي دي ام 1 ونسمي دي ام 2 ونسمي دي ام 3. انا قررت اسميها ام يعني على اساس ايه مالتيبلكسر، يعني ممكن تسموها اي حاجه تانية لو حابين. ماشي، فاللي احنا عايزين نعمله ان احنا نوصل مجموعه الناس دي ببعض كده كانتيتي كستراكشر اركتكشر واحد، فيبقى عملنا اللي هو 16 لواحد مالتيبلكسر. تعال نشوف الانتيتي بتاعته هتكون عامله ازاي. وبعد السلام والتحيه خلنا مش والله انا مش نفسي يبقى بطل اكتب السطرين دول، بس يعني بحس ان عندي مسؤوليه اخلاقيه كده ان انا اكتبهم. يوز يعني نفسي حد يقول لي بطل تكتبهم، والله مفيش مسؤوليه اخلاقيه ولا حاجه. يوز اي تريبل اي، ممكن اقول لكم اكتبوهم يعني احنا اعتبروني كتبته. لوجيك 11.6.4.all، بس انا عارف ان انتوا بتجالوا الحته ديت فبقى يعني ايه بكتبهم وخلاص يعني. وبعد كده هقول له عندي انتيتي. طبعا يعني انا مش متوقع ان حد بيتفرج على الفيديو ده باقل من اكس 2 يعني. 16 اندرسكور 1 is، ولا قلم الحبر بتاعه خلص ولا ايه؟ اخترت البوت تاني is. وبعد كده هقول له بولت، وهقول ان عندي ايه بقى يا ترى؟ عندي واي ده انبوت، النوع بتاعه ستاندرد لوجيك فيكتور 15 داون تو، هو ده اللي انا كنت خايف منه، زيرو اهو. يلا، لا عندي مسؤوليه اخلاقيه انك اعملها كويس. الواحد لما بيكون بيشرح على سبوره حقيقيه يعني ما مسؤوليته الاخلاقيه بتبقى اقل كتير، يعني اللي هو سبوره ما كفتش، انما هنا بتحس بتأنيب الضمير يعني اللي هو ليه ده انبوت برضه، انت ممكن تشد الحاجات وتزقها وخلاص يعني، وتجري الفيديو كمان بحيث ما زهقكوش. فيعني تكنولوجيا جميل. المهم ان احنا عندنا ده من 3 داون تو 0 عشان هم 4 بيتس، بس الحقيقه مسؤوليتي الاخلاقيه لسه مش عارفه ان هي تخليني احسن خطي. اوت ستاندرد لوجيك ده بقى ايه؟ مش فيكتور. بس يبقى احنا كده عرفنا الانبوتس والاوتبوتس بتوع الانتيتي اللي احنا عايزين نشتغل عليها. فهنقول له اند، وفي النهاية هقول ماكس 16 اندرسكور 1 واحط السيمي كولوم، ويبقى كده خلصنا ايه التعريف بتاع الانتيتي بتاعتنا، ونخش في الجزء المفضل للجميع واللي يشتظر جميع الجمهور وقاعدين يعني اخشى ان هم اصلا ما يا ربي structural of ماكس 16 اندرسكور 1 is. اهلا بيك عزيزي اللي كنت بتجرب الفيديو وصلت ان احنا بنكتب الاركتكشر، يلا بينا. طيب عايزين نعرف كومبوننت قبل ما نبدا البيجن. عندنا كومبوننت وعندنا سيجنال. ايه الكومبوننت بتاعنا؟ اللي هو ماكس 4 الواحد، ده الكومبوننت اللي احنا هنستخدمه جوه الاركتكشر بتاعنا. الاستراكشر اركتكشر بتاعنا از، والبورت بتاعه كان بالشكل التالي. كان عندك حاجه اسمها واي، دي كانت انبوت، كان نوعها ستاندرد لوجيك فيكتور، وكان السايز بتاعها 3 داون تو 0.
الدايمنشن بتاعها. وكان عندك حاجه اسمها اس، دي كانت انبوت برضه وكانت ستاندرد لوجيك فيكتور، ودي كان السايز بتاعها تشوف برضه بغلط اهو 1 داون تو 0. واخيرا كان عندنا اف، ودي كانت اوتبوت كانت ستاندرد لوجيك بس. وبعد كده هقول له اند، واسم اسم الاركتكشر بتاعنا اللي هو او اسم الكومبوننت سوري اسم الكومبوننت بتاعنا اللي هو ماكس 4 اندرسكور 1، واحط السيمي كولوم. وبعد كده عايز اعرف برضه سيجنال اللي هي هتوصل ما بين المالتيبلكسرز اللي هما في المرحله الاولانيه والمالتيبلكسر الكبير اللي في المرحله الثانيه، فهقول اسمها مثلا ام، والنوع بتاعها هيكون ستاندرد لوجيك فيكتور برضو، وبرضو هتكون 3 داون تو 0 وايه حط السيمي كولون عشان محدش يزعل من حد. وفي النهايه اقول بيجن. في النهايه اقول بيجن، دي كلمة عميقة ليها حكمة مهمة جدا، بس مش هقول لكم عليها عشان مش عارفها. المهم هنقول ان عندنا ستيج زيرو، اول مرحلة. طيب يا ترى ايه اللي هيحصل في اول مرحلة؟ احنا دلوقتي عندنا مجموعة المالتيبلكسرز دي، عايزين نعرف ده لوحده ده لوحده ده لوحده ده لوحده، وبعد كده نوصلهم بالاستاذ الاولاني ده. فهقول ان ستيج زيرو عبارة عن ماكس 4 إلى 1، خد البولت ماب بتاعته. طيب أول حاجة كانت الواي، إحنا هنلتزم بالترتيب عشان ما نكتبش كتير. الواي بتاعت المالتيبلكسر الأولاني هتكون واصلة بمين يا ترى؟ هتكون واصلة، نلاحظ هنا بقى، بص ديت مهمة جدا جدا جدا، تعالى كده حتى ناخدها على جنب. ادي واي 0 واي 1 واي 2 واي 3، الكلام ده كله انا عامل زوم ان على النقطه على الحته دي بس، ماشي، عامل زوم ان هنا، فبالتالي هنا دي حدود حدود الانتيتي بتاعتنا. وادي واي 0 واي 1 واي 2 واي 3. حلو الكلام. يبقى لما هاجي انا دول بقى بتوع مين؟ دول بتوع ال 16 لواحد، لان حتى انت لو بصيت شويه هتلاقي ان هنا في واي 4 وواي 5 وواي 6 وانت نازل كده، وهتلاقي هنا في ايه؟ المالتيبلكسر الثاني، ودي واصله بدي ودي واصله بدي، زي ما دي واصله بدي ودي واصله بدي ودي واصله بدي واصله. ماشي. يبقى انا لما هاجي هنا هقول له عايز اوصل البولت ماب بتاعي، هقول له هنا واي ايه بقى؟ هقول له واي ايه؟ واي 3 داون تو 0. ليه؟ هقول له خد من اول 3 لحد 0، وصلهم بمين؟ وصلهم بالمجموعه اللي هنا دي اللي هي تعرفها هنا برضو، بيبدا من 3 لحد 0، فهيوصل واي 3 بواي 3 وواي 2 بواي 2 وواي 1 بواي 1 وهكذا. تعريف طالما كده متعرف مظبوط هنا وهنا كلهم متوافقين خلاص. خلي بالك انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان حد ممكن يبقى حاسس ان هو عايز يقول هوصل بالمالتيبلكسر الاولاني من 0 الى 3، فيقول 0 2 3 على طول كده، يقول لك خلاص ما هي هوصل من 0 ل 3 وهو هيوصلهم. الحقيقه كده انت هتروح حاطط فين بقى؟ هتروح حاطط الصفر عند هنا، يعني كده انت هتوصل واي 0 دي هنا، هتحط هنا واي 0. ليه؟ لان هو هيجي عند واي 0 يحطها عند اول بيت هو عرفها له في التعريف بتاع الكومبوننت اللي هي كانت 3. فيبقى تخلي بالك من التفصيله بتاعت مين داون 2 او من 0 الى 2 الى 3. 0 ل 3 مختلفه عن 3 داون تو 0، اظن احنا مفصلين في النقطه دي كتير قوي، ولكن انا حبيت بس اقولها كملحوظه اضافيه عشان لو حد نسى افكر. طيب تاني نقطه عايز توصل السم السلكت سوري السلكت الاس السلكت بتاعنا هيوصل اس مين ومين بقى؟ طيب تعالى نرجع مره تانيه
للرسمة بتاعتنا. انت عايز توصل اس 0 واس 1، فيبقى احنا هتقول له 1 داون تو 0، برضو مش هيكون فيها اي مشكلة. طيب وبعد كده عايز تعمل ايه؟ بعد السم، بعد السلكت عندك الاف اللي هي الاوتبوت. طيب الاوتبوت بتاع الستيج اللي هي ستيج رقم 0 ده بيوصل على الانترنال سيجنال اللي اسمها ام 0، فهقول له هنا ام 0 واقفل القوس واحط السيمي كولون. جميل قوي الكلام ده. تعالى نتاكد ان احنا فهمناه ونعمل الستيج رقم 1 اللي هي هتكون عباره عن ملتبلكسر 4 ل 1 برضه، والتوصيلات بتاعته هتتعرف في البولت ماب التاليه دي، اللي هو هنقول له الواي بتاعته اللي هم 4 بيتس بتوع الواي هيكونوا واصلين من كام بقى يا ترى؟ تعالى نفتكر. هيكونوا واصلين من واي 7 لحد واي 4. يبقى هنا هقول له ايه؟ 7 داون تو 4. والسم السلكت بتاعنا هو نفس السلكت ما تغيرش. داون تو 0. والاوتبوت بتاعه هيكون واصل على السيجنال الداخليه اللي اسمها ام 1. حط السيمي كولوم ونقول الستيج رقم 2 ماكس 4 الى 1. ما تجيب ورقه وقلم وتكتب كده معايا بدل ما انت بتتفرج او بتجري الفيديو، بدل ما تجريني وتخليني كده صوتي يضحك اكتب معايا. طيب الستيج اللي بعدها هتبدا من 11 صح؟ لو انا مش فاكر، لو انا مش غلطان، اهي بتبدا من 11 ل 8، لان احنا بنبدا من الكبير داون تو الصغير. والله يعني لو كتبت معايا هتتعلم وتستفيد. داون تو 8 اس 1 داون تو. دي مذاكره، دي مذاكره، انت كده بتذاكر وانت بتتفرج على الفيديو. وام هتكون واصله على ام 2. وبعد كده ستيج 3 ماكس 4 إلى 1 برضو، والبولت ماب بتاعها هو الواصل على هنا بقى واي من 15 لحد 12. والسلكت بتاعتنا برضو هي نفس السلكت لاين، لسه ما تغيرش 0. والسيجنال بتاعتنا واصلة على ام 3. ويبقى أنا كده عرفت ده وده وده وده، فاضل لي مين؟ فاضل لي الأستاذ ده. طيب نركز بقى هنا، الناس اللي كانت بتجري الفيديو تبطئ الفيديو وتركز كده معايا. ستيج 4 هيكون عبارة عن ملتبليكسر برضه 4 ل 1 وبولت ماب. مين بقى الواي بتاعتها؟ مهمة بقى، مهمة تاني بقى. مين بقى الواي بتاعتها المرة دي؟ الواي بتاعتها المرة دي هي السيجنال اللي اسمها ام. طيب السيجنال اللي اسمها ام تعرفها كان عامل ازاي؟ تعرفها كان بيقول 3 داون تو 0. يبقى انا السيجنال اللي اسمها ام جايه كده، دي اسمها ام 3، دي اسمها ام 2، دي اسمها ام 1، دي اسمها ام 0. الملتبلكسر ده تعريفه كان عامل ازاي؟ كان برضو بيقول 3 داون تو 0، فيبقى دي اسمها واي 3 ودي اسمها واي 2 ودي اسمها واي 1 ودي اسمها واي 0. يبقى انا لو جيت هنا على طول وقلت له وصل لي ام هيوصلوا مظبوطين على طول ببعض صح؟ انا هوصل ام اللي هي 4 بيتس بالواي اللي هي برضو 4 بيتس، فهيوصلوا كده تيك 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 تيك. ليه؟ لان انا مركز وانا بعمل التعريفات بتاعتي واخد بالي الدايمنشنز بتاعت الناس دي بقى، السيجنالز اللي انا بعملها يعني كاتبها ازاي. طيب السلكت بقى المره دي هيكون مين ومين؟ هيكون 3 داون تو 2. احنا كان عندنا السلكت قلنا اس 0 واس 1 دول بتوع الملتبلكسرز اللي في السيج الاولانيه، واس 2 واس 3 دول بتوع الملتبلكسر في السيج اللي بعدها، فيبقى اس 3 واس 2 معايا هنا. واخيرا الاوتبوت بتاعه هيكون واصل على الاف اللي هي الاوتبوت بقى بتاع ال 16 لواحد ملتبلكسر. وبعد كده نعمل اند structure. يبقى احنا كده خلصنا الانتيتي او الستراكشر اركتكشر بتاع ال 16 لواحد ملتبلكسر عن طريق ان انا عملت كذا
كذا ملتبلكسر مع بعض يعني، وصلتهم عن بالصورة اللي احنا عملناها ديت يعني، وخلاص اظن ان احنا فاهمين كويس. طيب حلو المثال ده، جميل وكان جميل الملتبلكسر، وانبسطنا جدا معاه وفرحنا من طموحه ان هو يعمل حاجات كبيرة وصعبة شوية ولكن بيستفيد منها. تعال نشوف ديفايس تاني وبرضه هعمله عن طريق الستراكشر اركتكشر ونشوف فكرة جديدة معاه. مين الديفايس ده؟ الديكودر. ده لسه ما خدناهوش قبل كده في الـ VHDL، ما تعرفناش عليه في الـ VHDL اللي هيكون شكله عامل ازاي، بس عارفينه من قبل كده عموما في اللوجيك يعني. الديكودر هو ديفايس بيكون عنده ان انبوت واتنين اس ان اوتبوت، فكنا عارفين مثلا اللي هو 2 ل 4 ديكودر، اللي هو كان مثلا عنده انبوت اسمه خلينا مثلا المره دي نسميه W0 W1، وعنده اوتبوت اسمه Y0 Y1 Y2 Y3. اللي كان بيحصل ان احنا لما كان الانبوتس بيكونوا 0 0، الاوتبوتس بتوعنا يعني Y0 Y1 Y2 Y3، ودول W0 و W1، هنا هيطلع لي سوري هنا هيطلع لي 1، والباقيين دول هيطلع عندهم اصفار لما يكونوا 0 1، هيطلع الواحد هنا والباقيين هيبقوا صفار. لما يبقى 1 0 هنا هيطلع لي الواحد والباقيين كلهم صفار، بعد كده لما يطلع لي 1 هيطلع لي 1 هنا والباقيين كلهم صفار. وكانت كده ايه دي فكره الديكودر، وبرده دي من الحاجات اللي احنا خلاص اتعرفنا عليها في الجزء الثاني بالتفاصيل الممله. تعالى كده نشوف يا ترى لو حبيت اكتب كود في اتش دي ال للديكودر ده هكتبه ازاي. طبعا هبدا باللون الاحمر دايما واقول المسؤوليه الاخلاقيه library i triple e، بعد كده اقول له use i triple e dot standard logic 1164 dot all، وبعد كده هقول له عندي entity وال entity دي اسمها decoder 2 اللي انا كتبته ده 2 ل 4 2 underscore 4 is، وهعرفه البورت وهقول له ان عندي خلينا بقى المره دي نكتبهم بطريقه اسهل W0 او طريقه مختلفه يعني عموما، عشان انا بحب ان احنا ناخد افكار مختلفه ستاندرد لوجيك، اكيد انتوا كمان بتحبوا نفس الموضوع. وعندنا الاوتبوتس اللي هم Y0 Y1 Y2 Y3، دول اوت ستاندرد لوجيك. طيب خلينا بما ان احنا عمالين ناخد افكار مختلفه ناخد فكره اضافيه مختلفه برضه، ان احنا نزود هنا انيبل. مش ممكن؟ ممكن. انيبل هنا لو الانيبل بواحد الديكودر هيشتغل، لو الانيبل بزيرو الديكودر هيطلع كل صفار بغض النظر عن قيمه الدبليو واحد والدبليو زيرو، يبقى عندي انيبل برضه ده عبارة عن input standard logic. ماشي الكلام. يبقى احنا كده خلصنا البولت definition ونقول له ايه end decoder 2 underscore 4 سيمكول، وبعد كده نبدأ ال architecture اللي هو هيكون في الحالة دي لسه behavior of decoder 2 ل 4 is، فيش أي حاجة internal ولا component، فهقول على طول begin، وبعد كده طيب كود بقى هنا يا ترى هيكون عامل ازاي؟ يبدو ان هو برضه هيكون في شبه من المالتيبلكسر ولكن بشكل مختلف شوية. احنا هنا عرفنا دول على ان هما بيتس مستقلة بذاتها، وعرفنا دول على ان هما بيتس مستقلة بذاتها. هل احنا قلنا ان احنا عايزين نشوف فكرة جديدة؟ هي دي الفكرة الجديدة، ان امتى يا ترى تعرف حاجة ان هي بيتس مستقلة بذاتها، وامتى يا ترى يكون احسن ان انت تعرفها كفيكتور؟ ده كان سؤال مهم جدا دايما الناس بتتساءله، انا امتى اعرف ان انا عايز اعرف السيجنال دي على انها فيكتور؟ دايما تبص لطبيعة السيجنال،
هل طبيعة السيجنال إن هي مستقلة بذاتها ولا مرتبطة بحاجة تانية؟ يعني W0 و W1 هل هما مستقلين عن بعض ولا مرتبطين ببعض؟ حد هيقول لي قصدك إيه بالظبط؟ بص لهم كده وبص للإنيبل. هل الإنيبل علاقة الإنيبل ب W1 زي علاقة W0 ب W1؟ الإجابة طبعا لا. W0 و W1 دول هما الإنبوت اللي بختار على أساسه السيجنال، والإنيبل ده هو اللي بشغل أو أطفي بيه الديفايس. يبقى الإنيبل ده ليه طبيعة مختلفة عن طبيعة W0 وال W1. يبقى أنا الأفضل والأحسن إن أنا W0 وال W1 دول أعرفهم على إن هما فيكتور، لأن هنا مش عمري ما هيكون في يعني إيه جوه الكود حاجه للW0 مختلف عن حاجه للW1، لا دول دايما مرتبطين ببعض، دايما بشوف قيمتهم على بعض عامله ازاي، هم 00 ولا 01 ولا 10 ولا 11، عكس الانيبل اللي هو مش مرتبط بالW0 والW1، بالعكس ده هو ليه اولويه اعلى منهم. لو الانيبل بواحد هطلع هشوف الW0 والW1 بكام، لو الانيبل بزيرو هطلع دايما زيرو. فبالتالي يكون هنا افضل ان انا اعرف W0 والW1 على ان هم فيكتور، مش على ان هم بيتس مستقلة بذاتها. طبعا اظن ان نفس الكلام هيكون واضح جدا ان هو ينطبق برضو على الاوتبوت اللي اسمه واي. هل انا بطلع اوتبوت للبيت اللي اسمها Y0 بشكل ما مستقل عن التطليع الاوتبوت لواي واحد، ولا هما مرتبطين ببعض؟ انا لما بطلع عن اوتبوت عند واي زيرو ببقى عايز برضه اطلع عند واي واحد واي اتنين واي تلاتة، طبعا بكون عايز اطلع عندهم كلهم في نفس الوقت مرتبطين ببعض، هي قيمة واحدة بس اللي بتكون يعني ايه بتطلع على المجموعة من البيتس دي كلها. فبالتالي برضه يبقى احسن نظرتي ليهم ان هي تكون نظرة الى فيكتور وليس نظرة الى بيتس مستقلة بذاتها. يبقى التعريف بتاع الانتيتي بتاعتنا هنا صح؟ صح، بس شغال لو كتبت له كود صح هيشتغل، بس هل ده كديزاين جود ديزاين؟ الاجابه لا، ده كده باد ديزاين، لان انت فنطت حاجات عن بعض، وهي كان الاولى والاصلح ليها والاصح ليها ان هي تكون مرتبطه ببعض. يبقى هنا كان الاصح ان احنا نقول ان ده مش واي 0 واي 1 واي 2 واي 3، ولكن كان الأصح إن احنا نعرفهم على إن هما فيكتور واحد بس اسمه واي. فيكتور ايه بقى يا ترى؟ 3 داون 2 0 ماشي. وكذلك طبعا الانيبل بقى هنا هتنفصل عن الدبليو 0 والدبليو 1، فممكن نقول هنا ده كده الانيبل هيكون ستاندرد لوجيك بس، ونجي نزود سطر W هيكون عبارة عن input برضو standard logic vector، ده هيكون ايه بقى 1 down to 0، وفي النهاية انا هقول له end واسم الانتيتي اللي احنا كنا نعرفها اللي هو decoder 2 underscore 4. ماشي، حلوة الفايدة اللي استفدناها المرة دي. يبقى انا امتى بختار فيكتور او مش فيكتور؟ بناء على طبيعة السيجنالز وهل هم مرتبطين ببعض ولا هم مستقلين عن بعض. ماشي، نرجع تاني بقى هنا ونفكر يا ترى هو انا كان المفروض اعمل الاركتكشر بتاع الكلام ده ازاي. هتلاقي ان هو شبه المالتيبلكسر بشكل ما، ان انت عندك سيجنال معينه وبتشوف بتطلع على اساسها اوتبوت، فحلو قوي انك تستخدم السلكت. طيب تعالى برضو بان احنا نتعرف على افكار جديده، تعالى نتعرف على فكره جديده اظن احنا شرحناها قبل كده بشكل ما. احنا هنعرف هنا سيجنال انترنال، وخلينا مثلا نسميها انيبل دبليو، هيكون نوعها ستاندرد لوجيك فيكتور السيجنال دي عشان تبقوا فاهمين هعمل فيها ايه. هجيب W0 و W1 اعمل لهم كونكاتينيشن مع انيبل عشان اعمل كونديشن عليهم مره واحده، فدي هتكون السايز بتاعها كام كده 2 داون تو 0، ان هي 3 بيتس 2 داون تو 0 ماشي. وبعد كده اقول له بيجين للاركتكشر. طيب تعالى نتفرج على الاركتكشر ده هيكون شكله عامل ازاي. اول حاجه هقول له السيجنال اللي اسمها انيبل
دبليو دي اعمل لها اساين لانيبل اند، تعرفنا على الكونكاتينيشن دي قبل كده صح؟ دبليو. يبقى انا كده حولت التو سيجنالز دول لان هم كانهم برضو فيكتور واحد ولكن انترنالي بس مش اكسترنالي كمان. وبعد كده هقول له ويف سيجنال بقى اللي انا عرفتها جديده دي اسمها انيبل دبليو سيلكت. طيب ايه اللي هيحصل؟ الاوتبوت بتاعنا اظن كنا مسمينه واي، مسمينه واي مش اف المره دي، واي اساين هيحصل كام بقى يا ترى؟ هقول له هنا مثلا 00 اهو 0001 وين كام بقى يا ترى؟ 100 الانيبل بواحد، ده الانيبل ودي الدبليو، انا بس ايه رابطهم ببعض حط الكوم. وبعد كده 0010 وين 101 ده الانيبل ودول الدبليو. وبعد كده 0100 وين 110 دي الانيبل ودول الدبليو. وبعد كده 1000 وين 111. قال لا باشمهندس احنا متعودين نقول وين اذرز في اخر حاله. ما يا عزيزي دي مش اخر حاله، انت لسه عندك حاله اللي انت هتطلع فيها الاوتبوت كله بصفار في حاله ان الانيبل كان بصفر، ودي دونت كير، ما دي كده اسمها ايه؟ اذرز، اللي هو اي حاله تانية، اي حاله تانية اللي ما تغطيتش في اللي فوق هتبقى الاوتبوت بتاعها بكام؟ بصفر. هتشمل بقى كل الحالات اللي الانيبل فيها بصفر واي حاجه تانية من القيم اللي احنا متفقين ان الستاندرد لوجيك بياخدهم ولكن احنا مش بنتعامل معاهم كتير جوه الكورس ده، بس دايما حاطينهم في بالنا وعارفينهم. طيب يبقى احنا كده خلصنا الاركتكشر بتاعنا اللي هو البيهيفيرال اركتكشر بتاعنا. ماشي، طبعا حاجه سعيده جدا 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 خلصنا البيهيفيرال اركتكشر بتاع اللي هو 4 لواحد 2 لـ4 اصلي انا برضه بتلخبط بينه لسه، اللي هو 2 لـ4 ديكودر. طيب ديكودر بيتميز برضه بميزه عامل زيكم كده، عنده طموح وبيحب ان هو يكبر ويوسع من قدراته، ما بيحبش يقف محلك سير، ما بيحبش يكتفي باللي هو عنده خلاص. فاحيانا الديكودر برضه بيحب ان هو يوسع الانبوتس بتوعه والاوتبوتس بتوعه، فبالتالي بيعوز ناس زيكم كده. وزي ما اخدنا في الجزء الثاني لما اخدنا محاضرة الديكودرز ان هو يعني ايه يستخدم عدد من الديكودرز الصغيرة عشان يعمل ديكودر كبير، بدل ما نقعد نكتب كود مرة تانية وتو ستيبل ووجع دماغ وصداع، لا احنا هنعمل استراكشر اركتكتشر يحللنا المشكلة دي كلها. فخلينا مثلا نشوف المثال التالي. هيقول لك اعمل لي 3 ل 8 ديكودر باستخدام 2 ل 4 ديكودر. خدنا المثال ده قبل كده خلي بالكم في الجزء الثاني. هنلاحظ هنا ايه؟ ان الاوتبوت اتضاعف ولكن الانبوت زاد بيت واحده بس. طيب يا ترى هنعمل الكلام ده ازاي؟ خلينا نشوف. هنجيب ديكودر اللي هو 2 الى 4. يبقى احنا كده جبنا 4 بيتس من الاوتبوت. الاوتبوت الثاني 4 برضه، يبقى احنا كده عملنا الثمانية بيتس بتوعنا. عندك هنا دي اسمها W0 ودي اسمها W1، دي اسمها W0 دي اسمها W1 دي اسمها Y0 Y1 Y2 Y3 Y0 Y1 Y2 Y3، وكان عندنا هنا enable وكان عندنا هنا برضو enable. عايزين يكون عندنا input تالت، هو اللي يختار ما بين التو ديكودرز دول مين فيهم اللي هيشتغل. هنعمل ايه؟ خلينا بس عشان نبقى متخيلين احنا بنتكلم ازاي، ان ده عندنا كده دول الثمانية اوتبوتس بتوعنا، احنا عندنا هنا ثلاثة انبوت اللي هما W0 W1 W2، وعندنا هنا الانيبل العام اللي هو بتاع الدايرة كلها. ف W0 W1 اهم وصلوا هنا وصلوا هنا
وهم نفسهم وصلوا هنا وهنا اهم. حلو، ناقص لنا بقى ال W2 والانيبل اللي هم بتوع الانتيتي الكبيره، عايزين نشوف علاقتهم بالانيبل ده هتكون عامله ازاي. انا هاخد ال W2 دي مره هعكسها ومره هسيبها زي ما هي، واعمل لها اند مع الانيبل اللي جاي من بره. الكلام ده هدخله على الانيبل سيجنالز بتاعت الديكودرز اللي عندي. يبقى انا عن طريق ال W2 دي هختار مين في التو ديكودرز دول اللي هيشتغل. لو الانيبل اللي هنا طفى، الاند دي هتطفي والاند دي هتطفي، فبالتالي ولا واحد فيهم هيشتغل وكله هيطلع اصفار. لو الانيبل دي بواحد على حسب ال W2، لو هو بصفر يبقى انا شغال على المجموعه اللي فوق، ولو هو بواحد يبقى انا شغال على المجموعه اللي تحت، ويبقى انا كده حققت الفكره بتاعت ال 3 تو 8 ديكودر عن طريق الايه؟ الاثنين اللي هم 2 ل 4 ديكودر. ماشي. برضو أكد لكم إن الكلام ده إحنا شارحينه قبل كده بتفاصيل أكتر لما أخدنا المحاضرات الديكودرز في الجزء بتاع الديزاين. لو حد مش يعني متخيل قوي إحنا بنعمل إيه، يقدر إن هو يراجع المحاضرات دي. طيب هنقول إن إحنا عندنا الانتيتي ديت عايزين نكتبها ككود في اتش ديل ستراكشر، فهنقول library اي تربل اي وبعد كده يوز اي تربل اي دوت ستاندرد، اعتبروا دي تي يعني لوجيك 11.64.all، وبعد كده هقول entity max 16. يا ربي معلش يا جماعه المحاضره طويله اصلها، فالواحد دماغه دخلت في حاجات في بعض. ديكودر ده كده ايه 8، لا حتى مش 8 ده 3 ل 8، 3 ل 8 is، هقول بورت. طيب عندي هنا بالنسبه للانتيتي دي عندي 3 انبوتس اللي هم W0 W1 W2. عندي W اللي هي عباره عن انبوت ستاندرد لوجيك فيكتور 3 لا مش 3 3 بيتس بس، يبقى 2 داون تو 0. وعندي input تاني اسمه enable، ده input standard logic. وعندي output اسمه y، ده output standard logic vector. seven لأنه 8 bits down to 0. ويبقى كده خلصنا التعريف بتاع الانتيتي. فهقول له اند، وفي النهايه اقول له ايه اسم الانتيتي اللي هي ديكودر 3 ل 8. ماشي. اركتكتشر ستراكشر اوف ديكودر 3 ل 8 is. طيب اكيد هعرف كومبوننت، ما احنا بناخد المثال ده ليه؟ كومبوننت، الكومبوننت ده هيكون هو مين بقى يا ترى؟ اللي هو الديكودر 2 ل 4 is بولت كان عنده W كانت input وكانت standard logic فيكتور برضو، وكنا يعني ايه خدنا الفكره بتاعتها هنا فيكتور، وكان كان ايه بقى كان حجمه قد ايه ده 1 داون تو 0. وكان عندي انيبل ده كان انبوت برضو ستاندرد لوجيك برضو، وكان عندي واي كان اوتبوت، وبما ان ده 2 ل 4 فيبقى الاوتبوت بتاعنا كان 4 بيتس 4 داون تو
زيرو. ماشي، ويبقى كده قايل له برضه ايه end الكومبوننت اللي انا بعرفه اللي هو decoder 2 underscore 4. طيب سؤال بقى، هل هعوز internal signals ولا لا؟ هل هعوز internal signals ولا لا؟ والله بالنظر كده واضح ان في هنا اهي حاجة مش input ولا output، ودي كمان، فيفضل ان انا اعرفهم ك internal signals. فخليني مثلا دي اسميها E0 ودي اسميها E1 على اساس ايه؟ enable يعني. ماشي، يبقى هعرف برضو signal، السيجنال دي هسميها E والتايب بتاعها هيكون standard logic vector برضو. ايه بقى يا ترى؟ واحد down to zero. وبعد كده نبدأ begin. دايما يقول لك المثل الجميل اهم من الشغل لتظبيط الشغل، تقعد تعمل تعريفات كتير قوي عشان في النهايه تكتب كود صغنطوط خالص. طيب ستيج زيرو، بما ان احنا بنكتب ستراكشر اركتكشر، فا لا خلي بالك تصدق ماشي، انا كنت عايز اعرف الاول السيجنال، بس بان احنا شغالين على كونكرنت هيفرق لو عرفت السيجنال ثم عرفت الستيجز ولا مش هيفرق؟ عرفت الكومبوننت او البورت ماب وبعد كده عملت التعريف بتاع الاي 0 والاي 1، الحقيقه مش هيفرق في حاجه. فخلاص انا بما اني بدات بالستيج هبدا بالستيج. طيب خلينا نبدا بالستيج 0، ولتكن دي مثلا ستيج 0 هيكون فيها ايه؟ ال W0 وال W1 واصلين بال W0 وال W1، الانيبل واصل بالاي 0 والاوتبوت واصل بالاوتبوت اللي هو من واي 0 لحد واي 3، وهنا واصل بالاوتبوت من واي 4 لحد واي 7. ماشي كلام، بما ان احنا كده خلاص. طيب الستيج 0 هيكون عباره عن ملتي ديكودر 2 ل 4 فولت ماب بتاعته كالتالي. طيب اول حاجه في التعريف الدبليو ثم الانيبل ثم الواي، حتى تعال نبص نتاكد كده ان احنا لما عرفنا كده عرفنا الدبليو ثم الانيبل ثم الواي، يبقى خلاص الترتيب بتاعنا هنقدر ان احنا نشتغل عليه على طول. طيب الدبليو هيوصلها مين ومين يا ترى؟ هيوصلها دبليو 0 داون تو 1 اللي هم اول 2 بيتس من 3 بيت انبوت بتاع ال 3 ل 8 ديكودر. طيب يبقى W وصلها كده. الانيبل هيوصلوا مين يا ترى؟ هيوصلوا السيجنال اللي اسمها A0 زي ما اتفقنا في الرسمه بتاعتنا دي، هيوصلوا السيجنال اللي اسمها A0. الاوتبوت بتاعه اللي اسمه Y هيوصل على الاوتبوت اللي هو اسمه Y، قلنا ايه؟ من 3 الى 0 برضه. وبما ان التعريف بتاعنا اصلا مبني على اساس الداون 2 فهنا مش هيكون في مشكله. الستيج الثانيه، خلي بالك كلمة ستيج دي اختيارية، ممكن نسميها أي حاجة تانية، سمي حمادة واحد وحمادة اتنين، بس يعني ما تعملش كده، بس يعني خليها أسماء معبرة عن حاجة منطقية علمية، مش إيه، مش عن طموحاتك بعد الزواج. طيب ال W بتاع الديكودر التاني هي نفسها برضه 0 داون تو 1، والإنيبل بتاعه الإنيبل 1، والأوتبوت بتاعه بقية الأوتبوت اللي هما اتفقنا مش أربعة بقى اللي هو 7 داون تو 7 داون تو 0 داون تو 3 4 4 4. اوكي وبعد كده نقفل القوس. يبقى انا كده عرفت مين؟ عرفت ال 2 ديكودرز بتوعي، فاضل ان انا اعرفه مين هي E0 ومين هي E1. طيب تعال نشوف E0، ايه المعادلة بتاعت E0؟ E0 هي ناتج عن عملية AND مع النوت بتاع W2 والإنيبل. ماشي، يبقى عندي النوت بتاعت W2 AND الإنيبل، و W1 سوري E1 هي عبارة عن الأند بتاع W2 شخصيا مع الإنيبل برضه. يبقى هنا هنقول له W2 شخصيا مع الانيبل برضه،
يبقى انا كده خلصت الاركتكتشر بتاعي. عملت الكومبوننت ده، عملت الكومبوننت ده، عملت النوت والاند والتوصيلات والسيجنال وكل حاجه زي الفل، والانبوتس والاوتبوتس، يبقى الحمد لله. اقول له ايه كده هنا؟ اند ستراكشر، ويبقى كده خلصنا المثال ده وعملنا الديكودر الجميل ده. هنكتفي بهذا القدر، وهديلك حاجات تعملها انت لوحدك زي ما احنا خدناها في الجزء بتاع الديزاين، هنعملها هنا. ان انت مثلا عن طريق 2 ل 4 ديكودر اعمل لنا 4 ل 16 ديكودر، واعمل لنا، فاكر كده كان في اخر المحاضره، اخر محاضره الديكودرز، خدنا ازاي مالتيبلكسر بيتاثر عن طريق ديكودر، وازاي ان في بيكون في ديكودر كده وشويه لوجيك بعديه يعملوا مالتيبلكسر. فعايزك تعمل برضه مالتيبلكسر، وليكن مثلا 4 الى 1 مالتيبلكسر باستخدام 2 الى 4 ديكودر. الكلام ده برضه ايه المفروض عندنا خلفيه عنه، يعني عايزك تقعد تتجرب نفسك فيهم تأكد ان انت فاهم اللوجيك اللي احنا اخدناه وخدت والفي اتش دي اللي احنا اخدناه. ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، يعني يا تحلوا الامثله دي، ولو حد عنده واجهته فيها اي مشاكل يقدر ان هو يبعت لي يعني يستفسر عنها. والى ان اراكم في فيديو قادم، السلام عليكم.